الحمد لله اليوم كان عندنا افتتاح اول مكتبة الكترونية موجودة في قوة شرطة دبي. طبعا في مكاتب موجودة لكنها مو مفتوحة للعام او لافراد الشرطة كلهم كضباط اللي موجودين عندنا. فاليوم احنا حولنا هذا الموضوع الى نادي الضباط، فباستطاعة اي طالب علم سواء كان موجود في دراسات عليا او دراسات عادية او حتى كمعرفة أن يجي نادي الضباط يحمل أي كتاب يبغيه على الموبايل أو على الهاتف عنده، وأيضا على اتصال نحن مع مكتبة الأكاديمية، وإن شاء الله بتزودنا بموسوعة كبيرة كبيرة جدا من الكتب التي تخدم جميع الشرائح وبالذات الطلبة الجامعيين أو الطلبة الدراسات العليا اللي بتكون عندنا موجودين.